كمان الحقيقة مصطفى، لما سيادة الرئيس قال إنه لازم يكون في فرصة لجيل كامل من الشباب، ما كانش مجرد كلام. بالعكس، احنا شفنا عملية دمج وتقليد مناصب للشباب في وظائف قيادية في إدارة المحافظات والمحليات بشكل كبير. احنا معنا دلوقتي عبر زوم المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد. صباح الخير على حضرتك، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذة جمانة، وصباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا بيك. يعني بكل تأكيد العمل في المحليات أمر مش سهل تماما، لكن القيادة السياسية كان ليها رؤية أخرى قدرت أنها يعني تغير هذا المفهوم. دي حقيقة. إزاي ده حصل يا فندم؟ الأول خليني بس الأول أقدم كل التهنئة لكل شباب العالم والشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وأقدم كل التحية للقيادة السياسية. الحقيقة من 2014 وهي بتسعى بكل قوة لتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية، وإحنا شفنا عام 2016 كان عام الشباب المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عام 2016 عام الشباب المصري، وتلاها مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تمكين الشباب. بعدها كان في المؤتمرات بتاعت الشباب، ثم منتديات شباب العالم، تأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشباب اللي لقيناهم في مناصب كتيرة جدا، سواء كان على المستوى البرلماني والتشريعي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو على المستوى التنفيذي كنواب محافظين ومعاونين محافظين ومساعدين وزراء ومعاونين وزراء. بالنسبة طبعا للإدارة المحلية، تجربة الشباب الحمد لله أثبتت نجاح كبير. زي ما حضرتك شايفة الحمد لله في 2018 و2019 الدولة المصرية مكنت مجموعة كبيرة جدا من الشباب ان هم يعني يبقوا موجودين في منصب زي منصب نائب المحافظ. تحديات كبيرة جدا شغالين عليها. الحمد لله الشباب كلهم، يعني لو هنتكلم عن التجارب، تجربة نائب المحافظ أثبتت الحمد لله كفاءة كبيرة. الإنجازات الحمد لله بقت ملموسة للمواطن وملموسة على الأرض. كل يوم هو ده سؤالي ربما يا باشمهندس عمرو، يعني إزاي المحافظين قدروا يستفيدوا من نواب ليهم في عمر الشباب؟ يعني أوكلوا إليهم ملفات إيه؟ وكمان إزاي الشباب دول اللي هو في مناصب نواب المحافظين، ومش بتكلم على حضرتك، بتكلم على كل زملائك في كل المحافظات الأخرى، قدروا إن هم برضو يمسكوا ملفات أو يشتغلوا على ملفات بعين؟ كلمنا على أهم الملفات يعني، اتفضل. تمام، خليني أقول إن أنا يعني الحقيقة كنت محظوظ. السيد المحافظ اللواء أركان حرب عادل غضبان، محافظ بورسعيد، شخصية قيادية كبيرة جدا. الحمد لله إن أنا كنت محظوظ إن أنا بشتغل معاه في المحافظة. راجل قدوة، بيمكن الشباب تمكين حقيقي. يمكن زمان كنا بنتكلم على الملفات اللي موجودة يعني في 2020 و2021، لكن أنا أقدر أقول لك إن سيادة المحافظ يعني يمكن أنا مشارك معاه في كل الإنجازات اللي موجودة في المحافظة. ما فيش ملف ما دخلناش فيه، سواء كان ملف الاستثمار أو ملف الصناعة، الخدمات المقدمة للمواطن بصفة يومية، المرافق، الخطة الاستثمارية، الطرق، المشاريع بتاعت الصرف، بتاعت المية، بتاعت الكهرباء، المتابعة اليومية لكل الأحياء، ملف تراخيص البناء، الشبكة الوطنية. الحقيقة ده يعني حظي كان كويس إنه سيادته ممكننا وشغال معاه يمكن في كل الإنجازات. لو حضرتك نزلت محافظة بورسعيد دلوقتي هتلاقي النهضة موجودة في كل شيء، موجودين في الشارع يمكن كل يوم جولات ميدانية بجانب العمل المكتبي. ودي الحقيقة كانت من ضمن تكليفات نواب المحافظين، يوميا متواجدين في الشارع بنتابع الخدمة المقدمة للمواطن، بنتابع المشروعات، بنتابع الخطة الاستثمارية، بنتابع المشروعات المعمولة بالجهود الذاتية والموارد الذاتية للمحافظة. أيوه. حظي كان كويس إن أنا مع قائد ومحافظ. صحيح. دخل نائب المحافظ معاه في كل الملفات. صحيح. احنا على أي حال احنا يعني بنوعد حضرتك إن احنا هنعمل عدد كبير من الفقرات هنستعرض فيها كل الجهود اللي برز فيها قيادات شبابية وقدروا من خلال مجهودهم وقدروا من خلال وصولهم لهذا المكان ان هم يثبتوا ان الشباب فعلا قادر ان هو يشتغل حتى لو في منصب حكومي مهم زي منصب نائب المحافظ. المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، شكرا ليك على هذه المداخله.